بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نفصل واحد الكندورة درجال وقلت نشاركها معكم. اول حاجة خديت الثوب، هذا الثوب لولا خديته وفزقته وصلحته، عاد باش دابا غادي نخدم به. طويته على 4 كما كتشوفوا، انتما راه الطرف كيكون دائما مسدود والطرف الاخرين باينين مفتوحين. هنايا عندي الجهه المفتوحه وهنايا الجهه المسدوده. غادي نبدا دابا بسم الله. غادي نجي من الجهه المسدوده، هي منين غادي نطراسي. غادي ناخذ تقويره 8 سنتيم ديال العنق، وهنايا غادي نخلي الثوب كامل. غادي نهبط هنايا في التقويره تاع الخلف بجوج سنتيم باش كنقاد هاد التقويره. هادي كنقاد التقويره ديالي، كنجي للراس ديال الاخر ديال الثوب كنهبط هنايا ب 10 سنتيم. وكنلاقيها مع 8 سنتيم، هاد العشرة اللي هبطت بها غادي نسطر من عندها لعند 8 تاع سنتيم تاع العنق، من تقويره العنق الهبطه تاع 10 سنتيم. غادي نجي لهنايا فين غيكونوا الاكمام. بالنسبه للكندوره غادي تكون 3/4، هنايا غادي نهبط ب 25 سنتيم، من عند 10 غادي نهبط ب 25 سنتيم. غادي نجي دابا باش نعبر الحزام ديالي فينجا، غادي نهبط ب 35 سنتيم، هاد 25 زائد هاد 10 سنتيم، غادي نهبط هنايا ب 35 سنتيم باش غادي ناخذ العبار ديال الصدر. نتمنى تكونوا فهمتوا الشرح وما نكونش كنزرب. هنايا غادي ناخذ في العرض ديال الصدر 36 سنتيم، وغادي نسطرها. هي هادي سطرت من عند 25 سنتيم باش هبط لعند هاد النقطة ديال الصدر اللي هبطت ب 36 سنتيم. دابا غادي نعبر الطول ديال الكندورة، عندي فيها متر و 46، غادي نعبرها من الجوانب بجوج باش يجيني قياس واحد. غادي نسطرها، بالنسبة للعرض غادي ناخد 40 سنتيم، بالنسبة للعرض ديال الكندورة من تحت جلي غادي ناخد 40 سنتيم، وغادي نسطر من عند النقطة ديال الصدر من عند 36 سنتيم حتى لعند 40 سنتيم. علاش هبطت انا 40؟ باش باش ما كتعكلناش في الرجلين، ضروري ملي كيلبسها السيد كيتمشى وهو مرتاح. غادي نسطر من عند 36 سنتيم كما قلت لكم حتى لعند 40 سنتيم اللي انا دايره في الجلايه. نتمنى تكونوا فهمتوني. شفتوا هنايا سطرت من عند النقطة ديال الصدر من عند 25 ديال الأكمام باش تبان لينا، يبانو لنا الأكمام هنايا. وفي الجلايل درت 40 سنتيم، سطرت من عند 36 سنتيم لعند 40 سنتيم. دابا غادي نجي لهاد البلاصة هادي، هنا غادي نهبط بواحد 8 سنتيم هنايا في الهبطة، وغادي نديرها حتى هنايا. باش غادي نقاد هاد الدورة هادي كما كتشوفوا، هانتوما ها الأكمام من هنا، وكتجي هاد الدورة هادي اللي كتجي في الكندورة. نتمنى تكون واضحة ليكم، يعني في صالة تاع الكندورة راه ماشي صعيبة. دابا غادي نقاد التقويرة تاع الأمام، هنايا التقويرة الخلف هبطت بجوج سنتيم، يعني درت 8 على 2، هنايا غادي نهبط ب 12 سنتيم.
اللي كيكون شويه عامر وكيبغي القندوره شويه مفتوحه غادي تهبطوا ليه ب 14 سنتيم. انا هبطت هنايا ب 12 سنتيم وما وزدت هاد الجوج هادي كما كتشوفوا انا ما هبطتش سنتيم. هانتوما خليت هكا شفتوا من الراس ديال الثوب تحيدات جوج سنتيم وتحيدات في نفس الوقت تراصات 12 سنتيم صافي على هاد الشكل هذا. لحقيتاش راه كنديروا عاوتاني فتيحه صغيره هنايا ملي كنساليو العقاد كنركبوا السفيفه والعقاد وكلشي كتبقى واحد الفتيحه صغيره يعني 12 سنتيم راه كافيه حتى ل 14 ما تفوتوهاش. صافي هذه هي الطراسيه ديالنا. دابا غادي نقطع باش تشوفوا كيفاش غتجي ان شاء الله. بسم الله هنايا غادي تردوا البال راه غادي نقطعوا غير الطوراق غادي نقطعوا غير التقويره ديال الخلف وهذه ديال الامام حتى غنحيدوا الطرف تاع الخلف عاد باش غنقطعوا هاد التقويره ديال الامام. بالنسبه للتقطيعه هنايا راه كنتبعوا هاد التراساج هذا اللي حنا دورناه يعني هذا اللي هنا صافي كنحيدو هذا غير كنعبرو فيه صافي. غادي نكمل التقطاع ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا انا قطعت بالنسبه للاكمام هنايا غادي نفتح هاد وحده حيت كتكون تمسح هادي الا حطيتها وحده كتكون مسدوده وحده مفتوحه فتحتهم بجوج وغادي نقاد هذاك هذيك التراجيله اللي كتكون في الثوب ضروري كتكون واحد شويه تاعها الثوب مراجل. بالنسبه نقرب لكم باش تشوفوا بالنسبه لهنايا الجلايل كنطلع ب 5 سنتيم كنسطرها على شكل مائل غير تنصف ما كنسطرهاش حتى كتخرج ما كنسطرهاش حتى للراس هانتوما كنسطرها غير تنصف باش ما كيجيوش جلايل طايحين. صافي غادي نخرج هنا حتى للنص صافي. دابا غادي نحيد هانتوما الطرف ديال الخلف وهاد العبارات راه ماشي كلشي ضروري يعني كيكون مختلف واحد شويه ممكن كاين اللي تيكون كتزيدو اكثر من 36 تقدروا ديروا ليه هنايا 40 في العرض يعني على حسب الشخص اللي غيلبسها. هنايا غادي نحيدو هاد التكويره ديال الامام سمحوا لي غادي ندور الثوب باش نلقى كيفاش نخدم. دابا انا حيدت الخلف قديت التقويره ديال الامام غادي نجي لهنايا غادي نعبر الفتحه ديال الطوق غادي ندير هنايا 34 اولا 35 كاين اللي ممكن يهبط حتى ل 40 اللي بغى الهبطه تاع السفيفه كبيره يهبط حتى ل 40 صافي. وكنفتحها صافي هذه هي الفتحه دابا فين غادي تجي السفيفه والعقيدات كما كتشوفوا. دابا غادي نقاد لكم الجيب هاد الطروفا اللي كيشيطوا من القندوره من الجناب اللي كنقطعوه هما باش غادي نقادو الجيب. عندنا جوج هكا واحد على واحد عندنا هنا جوج طروفا كما كتشوفوا. بالنسبه للطول ديال الجيب غادي ندير فيه 33 انتوما الطول ديال الجيب كل واحد يدير داكشي اللي بغا. بالنسبه للعرض غادي ندير 20 سنتيم
قلت لكم بالنسبه للطول كل واحد يدير الطول اللي بغى، ماشي ما كاينش شي طول معين. غادي نقطع بالنسبه لهاد البلاصه اللي بغى يدير فيها واحد الدوره بحال هكذا، كدير واحد الدوره باش تجيكم سهله. ممكن غادي تدخلوا هنايا ب 5 سنتيم وتطلعوا ب 5 سنتيم وتقادوا الدوره ديالكم، انتم اللي جاتكم صعيبه بحال هكا. صافي هادو هما الجياب ديالي، دابا جوج جياب، اللي بغى يدير غير جيب واحد، كل واحد ليكم الاختيار. نتمنى ان شاء الله الشرح ديالي تكونوا فهمتوه وتعرفوا تفصلوا بوحديتكم. ان شاء الله كما قلت لكم نتلاقاو في الفيديو الخياطه، واي اسئله ولا اي حاجه ما فهمتوهاش قولوها ليا في التعليق وغادي نجاوبكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.